أهلا بكم إلى نشرة الثالثة، نستهلها بالعناوين. الاحتلال يواصل احتجاز جثمان الشهيد الفتى العباسي والعائلة تفند روايته في إعدام نجلها. قوات الاحتلال تحكم الخناق على رام الله والبيرة وتداهم العشرات من المنازل. القيادة تجتمع غدا لبحث المستجدات السياسية وتواصل اعتداءات الاحتلال بحق شعبنا. أهلا بكم إلى التفاصيل. تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثمان الشهيد الفتى قاسم محمد علي العباسي 17 عاما الذي ارتقى عقب إطلاق قوات الاحتلال النار على المركبة التي كان يستقلها قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة. ونفت عائلة العباسي حجة الاحتلال لتبرير إعدام نجلها شمالي المدينة وطالبت بتسليم جثمانه المحتجز. المزيد مع كريستين ريناوي. الشهيد قاسم العباسي ارتقى برصاص عصابات المستوطنين الذين كانوا يتجمعون في محيط مستوطنة بيت إيل بعد الادعاء بوجود عملية إطلاق نار عند مستوطنة عفرة القريبة والمقامة على أراضي المواطنين شرق رام الله. المستوطنون هاجموا المركبة التي كان يستقلها الشهيد وأبناء عمه بإطلاق النار تجاههم بينما كانوا في طريقهم إلى نابلس للتنزه. ولكن اللهم المستوطنين جايين كثاث، ما شو اسمه لاحقيننا، وقفوا ما وقفناش، إذا منوقف فيش فينا واحد يطلع عايش. شردنا، صرنا بين الثنتين، بين مستوطنتين، على اليمين وعلى الشمال، بالنص صرنا احنا. لما لفينا الدوار ورجعنا بلش اطلاق النار علينا. العائلة طالبت بفتح تحقيق بجريمة إعدام نجلها بدم بارد، كما طالبت بتشريح جثمانه بوجود طبيب فلسطيني، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في منزلها ببلدة سلوان. احنا بنطالب بتشريح الجثة من أجل إن نسترسل في الإجراءات القانونية، لأنه القتل صار لهذا الشاب والاعتداء على الشباب هو قتل مع سبق الإصرار والترصد. راح الجمل، الحمد لله رب العالمين. راح الجمل، لا، هذا ما قالته والدة الشهيد التي فقدت معيل أسرتها الذي أتم 17 عاما هذا الشهر. كان عمود البيت الفقري الدراسة لإعالة أسرته بعد وفاة والده مريض السرطان، تاركا خلفه 5 أشقاء وشقيقات أصغرهم عمره 4 سنوات. حيني ولا إشي بمخي، ولا إشي، بس ده أشوفه، الحين بس بدي اشوفه، لا مفكر في بكره ولا بعده، بس بدي اشوفه، بتمنى اني اشوف ما ياخذوه مني ويودوا على يدفنوه انا مش شايفته. الإفراج عن أبناء عمي الشهيد الثلاثة فجر الجمعة كان دليلا إضافيا أن ما جرى نتيجة إرهاب المستوطنين المنظم على الطرقات. قاسم العباسي ليس فقط اسم شهيد وقع ضحية الاحتلال ومستوطنيها، بل عنوان جريمة متكاملة الأركان تضاف إلى فاتورة جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا. من بلدة سلوان، كريستين ريناوي، تلفزيون فلسطين، القدس المحتلة. وعقب استشهاد العباسي شددت قوات الاحتلال من اجراءاتها العسكريه على كافه المداخل الشماليه لمدينتي رام الله والبيره ونصبت المزيد من الحواجز العسكريه. وافاد مراسلنا بان قوات الاحتلال اغلقت جميع الحواجز والطرق الشماليه الواصله الى رام الله والبيره واعتدت على مركبات المواطنين كذلك وداهمت عده قرى في المنطقه الشرقيه لرام الله.
وللوقوف على آخر التطورات الميدانية ينضم إلينا الآن مراسلنا أسيد صباح المتواجد متواجد في حاجز عطارة العسكري شمال مدينة رام الله. أسيد، كيف تبدو الأوضاع الآن من عندك؟ نعم، مساء الخير زميلتي ضحى ومساء الخير السيدات والسادة المتابعين الكرام. نحن الآن نتواجد هنا بالقرب من أمام حاجز عطارة العسكري الذي يواصل جيش الاحتلال فرض تجديدات هنا على المركبات الخارجة من مدينة رام الله. هذه التجديدات هنا بدأت منذ مساء الأمس عقب إعلان جيش الاحتلال وزعمه بأن قوة تعرضت ومستوطنة عفرة إلى الشرق من مدينة رام الله تعرضت لعملية إطلاق نار. هذه التشديدات لم تقتصر فقط هنا على حاجز عطارة، بل طالت العديد من المداخل المؤدية إلى قرى رام الله وهي جسر سلواد، بالإضافة إلى ذلك إغلاق حاجز الدي سي او المحكمة وإغلاق طريق الجلزون مخيم الجلزون وأيضا إغلاق مجموعة من الطرق وهي حاجز عين سينيا. بالإضافة إلى ذلك شرعت قوات الاحتلال وذلك بالقيام بعملية مداهمة واسعة للعديد من البلدات ومنها قرية وبلدة دور القرع وأيضا بلدة عين يبرود. هذه المداهمات شهدت والاقتحامات شهدت مداهمة العديد من المنازل زميلتي ضحى، وأيضا قام جيش الاحتلال اعتقال العديد من الشبان خلال عمليات المداهمات. كما تلاحظون سنعود للمشهد هنا في الميدان، جيش الاحتلال يعود لمجموعة من جنود الاحتلال يتقدمون باتجاه المركبات ويطلبون منهم التراجع إلى الخلف، وهذا الطلب من الواضح أنه يطلبون من كافة المركبات بأن تعود إلى الخلف. وتجديد جديد هنا على حاجز عطارة زميلتي ضحى، كما تشاهدين وكما تروي الصورة هنا مجموعة من جنود الاحتلال، اثنين من جنود الاحتلال يطلبون من المركبات العودة إلى الخلف والتراجع، وذلك لربما هو إعلان إغلاق الحاجز بشكل كامل. في هذه اللحظات أحد جنود الاحتلال يطلب يؤشر لنا بأنه يطلب بأن نغادر الموقع. من الواضح بأن جيش الاحتلال أعلن إغلاق الحاجز بشكل كامل، كما تتابعون يطلبون من جميع المركبات العودة. نعود إلى التطورات الميدانية في مدينة رام الله، يعني هذه التجديدات أيضا تزامنت مع اغتيال قوات الاحتلال للشاب قاسم العباسي البالغ من العمر 17 عاما وذلك بالقرب من حاجز المحكمة. هذه عملية الاغتيال أصيب خلالها وإطلاق النار على المركبة التي كان يستقلها الشاب قاسم، أيضا تزامن مع ذلك أصيب شاب آخر كان في داخل المركبة زميلتي ضحى. هذه هي صورة التطورات، حالة من القمع والعنف والإرهاب يلقي الاحتلال بها على المواطنين الآمنين هنا في معظم قرى الله، يشدد إجراءات المداخل. كما تتزامن هذه الدعوات زميلتي ضحى. أسيد، اسمح لي يعني لتوضيح الصورة والتطورات للسادة المشاهدين. قوات الاحتلال أغلقت الآن حاجز عطارة العسكري أمام المركبات الخارجة من مدينة رام الله، بالتالي هو مغلق باتجاه واحد أم باتجاهين في هذه اللحظات؟ نعم، الحاجز مغلق باتجاه واحد، المركبات التي تريد الدخول إلى رام الله بإمكانها الدخول ولا يوجد هنالك تدقيق في هذه اللحظات على المركبات الداخلة إلى رام الله، ولكن المركبات التي تحاول الخروج من مدينة رام الله تم إغلاقها بشكل كامل. وكما شاهدتم جنود الاحتلال تقدموا باتجاه المركبات ورفعوا بنادقهم باتجاه مستقلي المركبات وطلبوا منهم التراجع بشكل كامل. بهذه اللحظات أيضا يعطون أوامر ويطلبون من أحد المركبات التقدم. لا نعلم، هنا حالة من مشهد متضارب، في لحظة يغلقون وفي لحظة يفتحون الحاجز، يعني لا يوجد رهان على ما يجري. هنا الصورة متبدلة ما بين الفينة والأخرى والأحوال هنا متبدلة ما بين اللحظة والأخرى. أستاذ، قبل أن أختم معك يعني أريد أن أسألك، يعني حاجز عطارة العسكر هو يقع يعني في منطقة حيوية تربط عديد القرى بمحافظة رام الله، لو نوضح للمشاهدين لمن لا يعرف هذه المنطقة طبيعتها الحيوية وأهميتها حيث أنها تربط عديد من القرى بمحافظة رام الله والبير، وبالتالي إغلاقها كيف سوف يؤثر على المواطنين؟ هو يمكن القول هو
نعم، حاجز عطارة هو المدخل الوحيد المتاح في هذه اللحظة للمركبات من أجل الدخول والخروج من مدينة رام الله، يعني هنالك تجديدات على كافة المداخل. وهنا نخص بالحديث إلى المركبات والمواطنين الذين يريدون التوجه إلى المحافظات الشمالية شمال الضفة الغربية، وأيضا التوجه إلى البلدات شمال مدينة رام الله، أيضا باتجاه قرية ومحافظة سلفيت ومحافظة قلقيلية ونابلس وجنين ومحافظات الشمال جميعها. هذا هو الحاجز الوحيد الذي بإمكانهم التوجه من خلاله، يعني بظل إغلاق حاجز المحكمة المعروف باسم الدي سي او وإغلاق حاجز عين سينيا. يعني هذا ما يجري، هذه هي نقطة حيوية بالفعل كما تحدثت زميلة ضحى، يؤدي إلى العشرات من قرى وبلدات محافظة رام الله، يؤدي إلى محافظة سلفيت، محافظة قلقيلية، جنين، نابلس. هذا هو ممر حيوي، وباتت الكثير المئات من المركبات وربما الآلاف هي تضطر بالتوجه هنا، وذلك في ظل أن جيش الاحتلال أغلق العديد من كافة المداخل المؤدية إلى رام الله. وهنا عدة تذكير بأن حاجز المحكمة دي سي او هو مغلق، حاجز عين سينا مغلق في هذه اللحظات، وهناك تجديدات قاسية، بالإضافة إلى ذلك بأن جسر سواد مغلق. وهنا نود أن ننوه زميلتي ضحى بأن هذا الإغلاق يتزامن مع جنون لجيش الاحتلال، يعني جيش الاحتلال يعني طارة يمنع أي وجود أي جسم متحرك، يمنع وجود أي مركبة في المنطقة، وهذا ما نستطيع أن نشاهده الآن حيث يقوم جنود الاحتلال يوضح مدى الرعب والخوف المركبات. أسيد، يعني بطبيعة الحال سوف نعود إليك حال جد أي جديد. شكرا جزيلا لك حتى هذه اللحظة مشاهدينا من مدينة رام الله، نتحول إلى نابلس وبالتحديد إلى بلدة بيتا جنوب المحافظة، حيث يعني كما علمنا تندلع مواجهات أو اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال. وينضم إلينا من هناك لمواكبة هذه التطورات مراسلنا بكر عبد الحق. مراسلنا عفوا بكر، ضعنا في صورة التطورات الميدانية في نابلس وتحديدا في بلدة بيتا. نعم ضحى، هدأت قبل قليل وتيرة المواجهات التي شهدها المدخل الرئيس لبلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. هذه المواجهات اندلعت في أعقاب تواجد قوات الاحتلال على المدخل الرئيس للبلدة، ويستمر هذا التواجد حتى هذه اللحظة. اندلعت مواجهات بين الأهالي الذين تصدوا لجنود الاحتلال المتمركزين على مدخل بلدتهم، وبين جنود الاحتلال الذين استخدموا الغاز المسيل الدموع والرصاص المطاطي في قمع جموع المواطنين السلميين. استمرت هذه المواجهات قرابة الساعتين وأسفرت عن اعتقال 3 شبان. قام الجنود باعتقالهم وتقييد أيديهم وعصب عيونهم، ومن ثم نقلهم عبر آلية عسكرية إلى معسكر للاحتلال. هذه المواجهات هي في أعقاب تمركز قوات الاحتلال على المدخل الرئيس للبلدة، ونستطيع أن نلمس تواجد الاحتلال بشكل مكثف على كامل الطريق الواصل إلى مدينة نابلس، شارع حوارة الرئيس، حيث يتواجد الاحتلال. بالإضافة إلى هذا الموقع كذلك الأمر يتواجد الاحتلال في بالقرب من دوار حوارة والطريق الالتفافي الواصل جنوب المحافظة بجنوبها الغربي، كذلك الأمر على حاجز حوارة العسكرية. الحواجز الاحتلالية في محيط مدينة نابلس سالكة، ولكن مع تواجد لقوات الاحتلال على هذه الحواجز، حيث أن قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى تخضع المركبات ومركبات المارة للتفتيش والتدقيق بهويات المواطنين. وهنا يعني جزء من هذه الإجراءات الاحتلالية التي تصاعدت في الأول الأخيرة، وذلك في أعقاب الأحداث التي تشهدها المدن الفلسطينية، وهذا الانتشار المكثف لجيش الاحتلال الذي يعيق عملية التنقل بحرية بين المدن الفلسطينية، ونابلس لها النصيب الأكبر من هذه الإجراءات العسكرية المشددة. في سياق متصل كذلك الأمر ضحى، مساء أمس لمس المواطنون في بلدة عورتة المجاورة إجراءات استيطانية جديدة في محيط مستوطنة التمار المقامة على أراضي المواطنين جنوب شرق المحافظة، حيث أقدم المستوطنون على تجريف مساحات من أراضي المواطنين في هذه البلدة تمهيدا لضمها إلى مستوطنة التمار المقامة على أراضي المواطنين. هذه التطورات الجديدة تأتي في أعقاب كذلك الأمر أعمال تجريف أخرى أقامها مستوطنوية سهار بحق أراضي المواطنين في بلدة عصيرة القبلية. جميع هذه الإجراءات تهدف إلى مصادرة مزيد من أراضي المواطنين، وتهدف كذلك إلى توسيع مساحات المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين، بالتحديد مستوطنة سهار ومستوطنة إتمار.
بكر عبد الحق مراسلنا من محافظة نابلس، شكرا جزيلا لك حتى هذه اللحظة. هذا ويتواصل الاعتصام المفتوح والفعاليات المساندة لأهالي قرية الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة رفضا لهدمها وتهجير قاطنيها. وأدى المواطنون ومختلف الفعاليات صلاة الجمعة على أراضي الخان تضامنا مع سكانها ورفضا لمخططات وإجراءات الاحتلال القاضية بهدمها. إلى ذلك يستعد المواطنون في المحافظات الجنوبية للمشاركة في المسيرات السلمية على طول السياج الفاصل شرقي القطاع، وتأتي هذه المسيرات تأكيدا على استمرار الفعاليات السلمية ضد السياسة الأمريكية والإسرائيلية ورفضا لصفقة القرن التي تهدف إلى طمس حقوقنا المشروعة. ومن غزة ينضم إلينا من هناك مراسلنا فؤاد جرادة. فؤاد، دعنا في صورة التطورات الميدانية في المحافظات الجنوبية. نعم، يعني منذ لحظات بدأ المواطنين بالتوافد إلى هذه المنطقة. نحن الآن نقف في المنطقة الشرقية لمحافظة غزة أو لمدينة غزة تحديدا، وهذه هي إحدى نقاط الاحتكاك الخمس المنتشرة على الشريط الحدودي من شمال القطاع حتى جنوبه. تعتبر هذه المنطقة أو تعد هي من أكثر المناطق احتداما ومن أكثرها سخونة إن صح التعبير. اليوم هي الجمعة 39 وتأتي بعنوان الوفاء لأبطال الضفة الغربية، بالإضافة أيضا إلى أن هذه الجمعة هي الجمعة قبل الأخيرة قبل انتهاء هذا العام. هناك جمعة أخرى قبل انتهاء هذا العام منذ انطلاق هذه المسيرات في 30 من مارس الماضي حتى هذه الجمعة. في إحصائية سريعة، أكثر من 240 شهيدا استشهدوا خلال هذه المسيرات، مسيرة العودة الكبرى والرافضة أيضا لكل المشاريع التصفوية والمشاريع التي تطلقها البيت الأبيض وإدارة ترامب، بالإضافة أيضا إلى أكثر من 21 ألف إصابة. هذه الإصابات متباينة ما بين الاختناق وما بين الأعيرة الحية، منهم أكثر من 200 إصابة أيضا تعرضوا إلى حالات من البتر، سواء كانت هذه الحالات بتر في الأطراف العلوية أو الأطراف السفلية. كان هناك أيضا مخاوف من المنظمات، منظمة الصحة العالمية وأيضا أطباء بلا حدود الذين أكدوا ضمن دراسات وضمن تحاليل طبية، أكدوا بأن هناك أسلحة غير معروفة وغير معهودة تم استخدامها في هذه التظاهرات وفي هذه المسيرات السلمية. نحن نؤكد بأن هذه المسيرات مسيرات سلمية محضة. نشاهد الآن من خلال هذه الصور المواطنين والمحتشدين في هذا المكان فقط يرفعون أعلام فلسطين، فقط يرفعون بعض اللافتات التي تطالب بالعودة إلى ديارهم والرافضة لكل المشاريع الأمريكية. كما قلنا، هناك بعض المواطنين الآن يحاولون قدر الإمكان الاقتراب من السياج الفاصل، ولكن نحن نؤكد بوجود يعني تعزيزات عسكرية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. هناك أيضا بعض الآليات، هناك بعض الجيبات، أيضا نشاهد بوجود كثبان رملية. هذه الكثبان شاهدناها الآن مجددا اليوم، لم نشاهدها في خلال الجمعة السابقة. قد تكون تعتلي هذه الكثبان الرملية بعض القناصة وبعض الجنود الذين يحاولون توجيه رصاصهم الحي وبعض أيضا قنابل الغاز تجاه هؤلاء المتظاهرين. هناك أيضا بعض الآليات الكبيرة وهي حفارات يعني يجلبها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى هذه المنطقة بدعوة وبمزاعم البحث عن أنفاق في هذه المنطقة. على أي حال، حتى هذه اللحظة يعني لا يمكن أن نقول بأن هذه الجمعة قد وصلت إلى ذروتها كما تصل في كل جمعة. لا زال المواطنين يتوافدون إلى هذه المنطقة مع ساعات المساء الأولى تنتهي أحداث وتنتهي فعاليات هذه الجمعة، ولكن يبدو من المبكر الحديث عن بدء يعني هذه التظاهرات بشكل كما عهدناه قبل قليل. سعد جرادة مراسلنا من المحافظات الجنوبية، شكرا جزيلا لك. أعلن نائب رئيس حركة فتح محمود العلول أن القيادة ستعقد اجتماعا غدا السبت لبحث التطورات السياسية والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة بحق أبناء شعبنا، موضحا أن الأطر القيادية في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات كافة. من جهة ثانية، قال العلول إن الإدارة الأمريكية تعمل فقط من أجل مصلحة الاحتلال، مشددا على ضرورة أن تتراجع عن كل الخطوات غير القانونية التي اتخذتها قبل طرح أي خطة سلام.
هذا ويقود ساسة تل أبيب بالتوازي مع جرائم جيش الاحتلال على الأرض حملة تحريض وشيطنة منظمة ضد شعبنا وقيادته. التفاصيل مع نهر الجمهور. ما زالت وسائل التواصل الاجتماعي تشكل وحلا لاستنباط مسلسل التحريض في أبشع صوره. الهجمة ضد شعبنا وقيادته تبدو مركزة وتدار عبر لعبة تقاسم أدوار بين جيش الاحتلال ومستوطنيه من جهة، ووزراء يخضعون مباشرة لإرادة نتنياهو يشكلون بتحريضهم وعنصريتهم الحاضنة الفكرية والوقود المغذي لأفعالهم على الأرض، وإعلام وضع وسخر كل إمكانياته لتغذية الحرب على شعبنا. أبو مازن بونا خدادت زي أبو مازن أصاب أخيوت لبيقوين ألالو خد مش مهيت كن كل עוד הוא מתדלק את ההסתה, כל עוד הוא משלם פרסים כספיים למשפחות של המחבלים, הוא נושא באחריות לפיגועים הללו. كان هذا تعليق يوفال شتاينز وزير الطاقة الإسرائيلي والابن المدلل نتنياهو، والذي أغلق عينيه كليا عن سبب الخراب الرئيس المتمثل بالاحتلال، واختلق رواية تحميل غيره بما هو فيه وفي حكومته. اتباتشلي رצחו ذا خيالين ממש خيالين של ابو مازن ونحن امورين نفسيك اتزه. ويكفي أن نتابع مواقع التواصل الاجتماعي لأبرز الشخصيات الإسرائيلية النافذة لاكتشاف حجم الكراهية في خطابات شبيحة نتنياهو، إحدى هؤلاء وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريجيف التي حرضت على الرئيس محمود عباس باستخدام لغة العصور الوسطى البائدة، داعية إلى ضرورة الاستيقاظ لأن أبو مازن حسب ادعائها ناشط طوال حياته بالإرهاب، سواء بالتنفيذ الفعلي أو التشجيعي بواسطة التحريض وتمويل عائلات المخربين على حد وصفها. وزيرة القضاء الإسرائيلي أيلت شاكيد لم تكن أقل تطرفا في هذا المزاد العنصري العلني، فقد غازلت مستوطنيها بالحديث عن أعمال استيطانية لتقوية قوة الردع ومنع ما أسمته المخربين من الإقدام على عمليات، وتناست أن أحد أسباب العنف المتفجر هو الاستيطان الذي تنادي به شاكيد. لأولام لو عضو الكنيسة عن الليكود أبي ديختر المعروف بعنصريته وتصريحاته المتطرفة ضد شعبنا أجرى مقابلة صحفية شاركها على صفحته فيسبوك تحت عنوان هكذا يخلق الردع لمواجهة الإرهاب، تضمنت في ثناياها كل أسباب التنغيص على حياة الفلسطينيين. ولم يغب ابن نتنياهو عن محفل الكراهية هذا، حيث كتب على صفحته بأن السلام لن يتحقق أبدا مع وحوش بشرية تسمى الفلسطينيين، ويجب أن تجعلهم إسرائيل، يرحلون إلى 22 دولة عربية. هكذا يبدو إذن المشهد في إسرائيل التي تدير حربا إجرامية وتغذي عبر منابرها الإعلامية رؤوس عصاباتها لاستكمال أفعالها العنصرية على الأرض. نهر الجمهور، تلفزيون فلسطين. مع النمو المتسارع لقوة ونفوذ حركة مقاطعة إسرائيل BDS، قررت حكومة الاحتلال تشكيل شبكة قانونية دولية لمحاربتها وكبت نشاطاتها. نادين الشاعر والتفاصيل. ثلاثة ملايين شيكل تحاول بها تلميع صورتها وإخفاء أي أثر لجرمها تجاه شعبنا. لم يكفها إنشاء منظمة لمحاربة حركة مقاطعة إسرائيل BDS بداية العام بموازنة أولية قيمتها 128 مليون شيكل، بل وبدأت بتخصيص الأموال لتشكيل شبكة محامين دولية لغسل الدماء عن أيديها. وفي محاولة لسحب الاستثمارات من BDS وفرض عقوبات عليها وتفنيد نشاطها، تسعى وزارة الشؤون الاستراتيجية التابعة لحكومة الاحتلال أيضا لتمويل منظمات قانونية في أنحاء العالم. ويبدو أن كل محاولات عرقلة حركة مقاطعة إسرائيل عالميا ورصد الأرقام الفلكية لمحاربتها تبوء بالفشل، فالحركة تنمو ويبرز أثرها بشكل كبير على الرأي العام في المجتمعات الدولية وخاصة الأوروبية والأمريكية، فكل الأموال لا يمكن لها أن تبدد من الذهنية تأثير صورة هي انعكاس حقيقي لأفعال وجرائم الاحتلال على الأرض.
يأس وذعر حكومة الاحتلال من نمو البي دي اس دفعها لحلبة الصراع القضائية لإحباط سلسلة المقاطعة المستمرة من قبل أطراف عدة، آخرها قرار مجلس طلبة جامعة نيويورك بمقاطعة المنظمة المتعاونة مع الاحتلال. وهكذا يبدو أن تعدد وتشتت الأجسام والجهات الإسرائيلية والصهيونية المناط بها محاربة حركة المقاطعة يثبت حيرة وعجز الاحتلال وحلفائه أمام البي دي أس التي نجحت في تنسيق الجهود المحلية والدولية في حملات استراتيجية بهدف عزل إسرائيل. لتلفزيون فلسطين نادين الشاعر. أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير فراس عمر من بلدة المجد في دورة جنوبي الخليل بعد قضائه 14 سنة داخل سجونها. بعده يا عمي بعده. بعد 14 سنة قضاها في سجون الاحتلال عانق الأسير فراس عمر من بلدة المجد في دورة جنوب الخليل الحرية في مشهد حمل الكثير من مشاعر الاشتياق، محتضنا نجله الوحيد الذي نشأ وترعرع بعيدا عنه. أنا بحيي الجميع وبشكر الجميع وشكرا لهم على وقفتهم، وبتمنى الفرج القريب والعاجل للأسرى الموجودين خلفي في السجون اللي بعانوا وما زالوا مستمرين في المعاناة، وإن شاء الله إنه قيادة بتعمل على إطلاق سراحهم، وإن شاء الله الدولة قادمة وعاصمة القدس الشريف بإذن الله عز وجل. الأوضاع مأساوية، فعلا الأوضاع مأساوية، وبالصدفة يوم الأحد كان فيه هجمة على سجن ريمون على قسم 2 تحديدا ونكلوا بالأسرة، وإن شاء الله إن شاء الله إنه بكون في مستجيب يعني للأسرة اللي ظلوا موجودين. مئات المواطنين كانوا في انتظاره بعد أن تم الإفراج عنه على معبر الظهرية جنوب الخليل، ليتوجه بعد ذلك إلى مسقط رأسه المجد، حيث نظم له مهرجان جماهيري ضم العديد من أبناء شعبنا وحركة فتح. لا يوصف، يعني ما كيف بده يوصف شعور يعني ابني بعد 14 سنة وأربع سنين مهرب، وروح ابنه ما شاء الله عليه عمره 14 سنة، ومرته اللي صبرت له واستنت وربت ابنها وعلمته وكويس وما شاء الله. والله شعور حلو كتير، كانوا أبوي خرج من السجن بعد 14 سنة وإني شفته وحضنته بعد 14 سنة لأول مرة، واتمنى الإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال، وإنه جميع الأولاد والأسرة والأهل يفرحوا بأسراهم زي ما أنا فرحت على خروج أبوي. وكان الاحتلال اعتقل الأسير عمر عام 2004 وأصدر بحقه حكما بالسجن الفعلي لمدة 14 عاما بتهمة مقاومة الاحتلال والانتماء إلى حركة فتح. 14 عاما من الأسر لم تنل من عزيمة الأسير فراس، فهو بعد خروجه من سجون الاحتلال يؤكد على التفافه حول القيادة الفلسطينية في كل ما يحاك ضدها من مؤامرات. من قرية المجد في دورة جنوب الخليل، محمود فراش، تلفزيون فلسطين. عثرت القوات الأمنية والعراقية على مقبرة جماعية جديدة في قضاء الحويجة في محافظة كركوك شمالية بغداد تضم رفات عشرات الأشخاص، وتم العثور على المقبرة الجماعية ضمن المناطق التي كانت تخضع لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي. أصيب 5 مهاجرين جزائريين بحروق مختلفة إثر حريق شب في قارب كان على متنه 29 مهاجرا قبالة الساحل الجزائري. وقال مصدر أمني إن عمليات البحث لا زالت جارية عن 20 مفقودا آخرين، مضيفا إلى أن جميع المصابين نقلوا إلى مستشفى تنس غربية الجزائر لتلقي العلاج. وأضاف المصدر أن باخرة ليبيرية أنقذت 9 أشخاص بينهم أطفال قرب السواحل الجزائرية.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وزير الدفاع جيمس ماتيس سيتقاعد نهاية شهر شباط المقبل. وقال ترامب في تغريدة له على موقع تويتر إن الجنرال ماتيس سيتقاعد بعد أن خدم في حكومتي كوزير للدفاع لمدة عامين. وخلال تلك الفترة تم إحراز تقدم حسب ترامب. وكان ماتيس أشار في خطاب استقالته لأنه اتخذ هذا القرار لأنه يحق للرئيس تعيين وزير دفاع أكثر انسجاما مع أفكاره. وتأتي استقالته بعد يوم واحد فقط من إعلان ترامب عن انسحاب جميع القوات الأمريكية من سوريا خلال 100 يوم. أكدت الرئاسة الأفغانية أن سحب 4000 من الجنود الأجانب لن يكون له تأثير على أمن أفغانستان. وصرح المتحدث باسم الرئيس أشرف غني هارون شاه أنصوري أنه إذا انسحب الجنود الأمريكيون من أفغانستان فإن ذلك لن يؤثر على أمن البلاد، لأن القوات الأفغانية تسيطر بشكل كامل على الأمن فيها منذ ما يزيد على 4 سنوات. إلى العناوين. الاحتلال يواصل احتجاز جثمان الشهيد الفتى العباسي. قوات الاحتلال تحكم الخناق على رام الله والبيرة وتدهم العشرات من المنازل. القيادة تجتمع غدا لبحث المستجدات السياسية وتواصل اعتداءات الاحتلال بحق شعبنا. إلى اللقاء.